متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتب الأستاذ صلاح تقي الدين يقول: انشغل اللبنانيون طيلة الأسبوع الماضي بتحليل ومحاولة سبر أغوار الزيارة التي قام بها وفد من حزب الله إلى النائب السابق وليد جولاط، ثم عادوا وانشغلوا بخبر اقتحام المودع بسام الشيخ حسين فرع مصرف فيدرال بنك في الحمرة، وانقسموا بين مؤيدين لخطوته ومعارضين لها، خوفا من ردة فعل جمعية المصارف التي قد تصل إلى حد إغلاق أبواب المصارف، ما يزيد من حجم معاناتهم معها. ثم عادوا لينشغلوا بخبر طلاق ابنة الرئيس القوي كلودين عون من زوجها النائب السابق شامل روكوز. إن دل ذلك على شيء فعلى استسلام اللبنانيين للواقع الذي فرضه عليهم هذا العهد، ومن خلفه الداعم الرئيس له، وعدم سعيهم إلى دفع المسؤولين بطريقة أو أخرى للتفتيش عن حل يخرجهم من هذا الواقع المأزوم. بدوره الأستاذ عاصم عبد الرحمن قال: من الولايات المتحدة إلى أوروبا مرورا بروسيا وصولا حتى منطقة الشرق الأوسط والأقليم الملتهب، يعيش العالم أسابيع وأيام انتظار توقيع الاتفاق النووي الإيراني لما له من انعكاسات اقتصادية وسياسية على المستويات الدولية والأقليمية والمحلية، ولعل لبنان هو أحد أبرز محطات تجلي هذا الغليان نظرا إلى تأثيره المباشر على وضعية حزب الله سياسيا وعسكريا بشكل خاص، وبالتالي امتداد هذا التأثير على النظام اللبناني برمته. فأي تسوية تنتظر حزب الله في سياق الاتفاق الدولي والحوار الإقليمي القائم؟ أما جورج حايك فقال أن يعيش لبنان اليوم على وقع استحقاقات داهمة ستتجمع ما بين أيلول وتشرين، لذلك ستتلبد الغيوم قريبا وقد يتهدد الاستقرار بعد موسم صيف سياحي بامتياز سجل فيه إقبال المغتربين والسياح الأجانب أرقاما قياسية. وخطورة الوضع تكمن في ثلاثة عناوين: الأول يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الثاني استحقاق انتهاء عهد ميشيل عون ومعركة انتخاب رئيس للجمهورية، وثالثا اهتزاز اقتصادي قد يتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الدولار الجمركي. من جهتها كتبت روان بودرغم: قصر الحديث واقتضابه هما الإيجابية الوحيدة التي تفوه بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمره من معراب، والباقي ما هو إلا نكد سياسي وادعاء للعفة وتنصل من المسؤوليات، قوامه التصويب على سياسات كانت القوات من صلبها وشاركت في حكومتها وانتزعت منصب نائب رئيس الحكومة من براثن العهد وتقاسمت باقي الحصة المسيحية مع توأمها المسيحي تحت مسمى اتفاق معراب. هذا الاتفاق الذي حاول جعجع التنصل منه أيضا بذريعة أنه جرى التحضير له للجحر التي لدغت معراب منه. خون جعجع كل نائب تغييري أو مستقل أو حزبي لا يتعاون معه في إيصال رئيس جديد، وعلى الرغم من سعيه المستميت إلى توحيد الصف المعارض وفتواه بأن السياسات الرئيس التوافقي وحكومات الوحدة الوطنية هي من أوصلت البلاد إلى الانهيار وليس وجود فريقين متعارضين، إلا أن كل مساعيه لا تزال فاشلة ولن يستطيع إقناع النواب الجدد بأنه لم يكن شريكا فيها، لأنه في الواقع كان ركيزة إيصال ميشيل عون إلى الرئاسة وشريكا وزريا أساسيا في حكومات الوحدة الوطنية. أما كل هذا التخبط الجعجعي وتوسله للمعارضة وتسوله الوحدة فما هو إلا دليل على عدم الاتفاق واستحالة توفره. بدورها سألت ليندا مشلب: هل بلغ لبنان في بث أجواء التفاؤل وسمح لنفسه أن ينتشي قبل الأوان الذي لم يأتي بعد أو ربما لن يأتي؟ سؤال طرحه أحد المتابعين عن كثب لملف الترسيم قائلا لموقع لبنان الكبير: يفترض أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الهبل السياسي، فنحن في زمن لا أحد يستطيع أن يتكهن بمسار الأمور، وعلى الأرجح ذاهبون إلى مشكل كبير ولا ترسيم ولا من يحزنون، فالأوضاع الإقليمية والدولية أصبحت جد معقدة ومتقلبة، والثابت فيها أن فريقا أساسيا وقويا في لبنان هو طرف في المحور. فهل سألنا
أنفسنا ماذا يريد هذا المحور؟ أما ليندا دوغان فقالت إنه من المؤكد أن وليد جوبلات محنك ومتمرس في السياسة وقارئ جيد للأحداث إن كان محليا أو إقليميا، ومن المؤكد أن وليد جوبلات يفهم تماما ويعرف تماما إلى أين يذهب البلد في ظل كل ما يجري من متغيرات حوله. ومن المؤكد أيضا أن وليد جوبلات الذي يعي المخاطر وطنيا يعيها درزيا. من كل ما سبق وذكرناه يمكننا فهم مراحل وليد جوبلات الثابت حينا والمتغير حينا آخر في السياسة، وذلك تبعا لمعلوماته ومعطياته. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا تابعونا على موقعنا الإلكتروني grandlb.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل.